لدى استقبال سموه لعدد من النخب الفكرية والصحفية والاقتصادية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين ستبقى قوية وآمنة بفضل من الله، ثم بحرص أبنائها على الوقوف يدا واحدة في مواجهة كل من يريد لها الشر. وشدد سموه على أن مسيرة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى ماضية، وأن العمل يجري في مختلف مدن وقرى البحرين وفق استراتيجية طموحة غايتها تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون في حياة كريمة ومزدهرة. ونوه سموه إلى حرصه على أن تأخذ جميع المشروعات التنموية والخدمية حقها في المتابعة من أجل ضمان مزيد من السرعة والكفاءة في تنفيذها وفق أعلى درجات الجودة والتميز. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر القضيبية عددا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والصحفية والاقتصادية، حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من قضايا الشأن المحلي والدولي. وخلال اللقاء قال سموه إن حب الوطن قيمة سامية، وأن مملكة البحرين عصية بفضل المواقف القوية والشجاعة لشعب البحرين الوفي الذي أفشل كل محاولة النيل من أمنها واستقرارها. ودعا سموه إلى أهمية الحفاظ على قيم التواصل بين أبناء المجتمع البحريني والعمل على ترسيخ هذه العادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال القادمة. وأكد سموه أن البحرين لديها إرث حضاري خصب وتنوع ثقافي فريد يعد أحد عناصر قوتها، وعلينا أن نستفيد من هذا التراث الزاخر بمواقفه وشخصه في تدعيم التماسك الوطني بين مختلف مكونات المجتمع. وأشاد سموه بالدور الوطني الهام الذي يقوم به رجال الصحافة والإعلام وحملة الأقلام في التعبير عن قضايا الوطن بكل صدق وموضوعية من خلال ما يسطرونه من مقالات وتحليلات مستنيرة أسهمت في الارتقاء بالوعي العام.